الله معكم احبائي اخر تطورات الحرب بين روسيا واوكرانيا حتى صباح 24 ايلول سبتمبر اليوم رح نحكي عن جبهه البحر الاسود بتفاصيلها العسكريه وشو بتتضمن اضافه لذلك رح نحكي عن جبهه و وجبهه باخموت فتابعوني حتى النهايه لنعرف اخر التطورات وكي لا تفوتكم اي معلومه بدايه مثل ما شفتوا احبائي صار عندنا رسميا جبهه الكرم إضافة إلى جبهات خيرسون وزابوروجي وباخموت وجنود دونيسك وبقية المحاور بأوكرانيا نتيجة الضربات المتكررة واللي عم ترتفع وتيرتها يوما بعد يوم بغربي اتجاه غربي شبه جزيرة الكرم بالمنطقة على طولة بالأمس كان في استهدافات للقوات الروسية كانت عم بيكون في محاولات انزال من القوات الأوكرانية عم تنطلق من أوديسا عم تتوجه إلى جزيرة الأفعى ثم إلى منصات انتاج الغاز بالبحر الاسود وهم هذه المنصات عم تنطلق هذه القوارب الماهوله عم بتحاول تعمل انزال على السواحل بشبه جزيره القرم طبعا تصدت الى القوات تصدت لها القوات الروسيه دفعتها بعيدا وعادت ادراجها الى منطقه اوديسا بمساعدة احدى الطائرات بدون طيار الأوكرانية أما بعد ساعات قليلة فرجت تكررت محاولة استهداف السفن بالمنطقه هون السفن الروسيه في عنا هون بالمنطقه هون بسيفاستوبول سفن روسيه منتشره بالمنطقه حاولت القوات الاوكرانيه ارسال زوارق غير ماهوله كيف في عنا بدون طيار عنا زوارق غير ماهوله اليه حاولت استهداف هذه السفن بالمنطقه هون ولكن ايضا السفن الروسيه كانت جاهزه فتم اصابتها وتم تدميرها وبالتالي ادى ذلك الى غرقها فاحبائي مثل عم تشوفوا هذه الضربات الاوكرانيه مستمره بصواريخ بعيده المدى بطائرات بدون طيار بمحاولات انزال بقوارب إلي عم تستهدف غربي جزيره القرم وبالتالي شو جزيره القرم وبالتالي انضافت هذه الجبهه الى جبهات خيرسون حيث عم نشهد منذ الامس قصف عنيف للقوات الروسيه عم يستهدف مخازن الوقود والاسلحه وانتشار القوات الاوكرانيه على طول الضفه الممتد من نوفا كاخوفكا حتى منطقه مقابل اولا بريستان طبعا كان في محاولات انزال ايضا عبر عده اتجاهات هذه عم تحاول القوات الاوكرانيه طوال الوقت القيام بعمليات انزال والسيطره على الضفاف الواقعه بين الضفتين تحت الكبريتين حتى تحت السيطره الروسيه والسيطره الاوكرانيه بنت عم تشوفوا بمنطقه جسر انتونوفسكي مقابل أولا بريستان مقابل بلد كوزاك مقابل نوفا كاخوفكا وبالتالي هذا كله بيدخل ضمن سياق المعركه الكبرى لمحاولة الضغط على القوات الروسية بخيرسون وبالكرم قلت لكم تفاصيل عسكرية وهذا بميز هذه القناة وهون بميز موضوعية هذه القناة يعني أنا لو شخص يعني بأي روسية كنت عرضت فقط التشكيلات العسكرية الأوكرانية ما مصلحتي أعرض التشكيلات العسكرية الروسية ولو بايد أوكرانيا ما يعني كان مصلحتي أعرض التشكيلات العسكرية الأوكرانية كنت عرضت فقط التشكيلات العسكرية الروسية وبالتالي انتم عم بتشوفوا تفاصيل عسكريه بموضوعيه جدا 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 وهذا بميز هذه القناه وخصوصا انها عربيه ما عم تستمعوا لاي مصدر اجنبي فلذلك احبائي تابوني حتى هي لتعرفوا التفاصيل التامه والكامله والحقيقه بما كما هي بمنطقه الكرم عندنا عده تشكيلات للقوات العسكريه الروسيه عندنا طبعا القوات البحريه في عندنا سفن منتشره بالبحر الاسود عندنا سفن منتشره خارج الاحواض كوارد قطع بحريه منتشره خارج الاحواض وعندنا سفن حربيه منتشره بالاحواض بالمنطقه هون ولكن نظرا لعددها وما قدرت يعني قادر احط تسميتها بشكل اه بتتعجق الخريطه في عندنا بمحيط الحوض عندنا الفرقه 31 للدفاع الجوي تتضمن اللواء 12 اللواء 18 والفوج الثالث تخصه بالحرب الالكترونيه وغيرها اما شمال سيفاستوبول فعنا فوجان للطيران الفوج 990 بضم قطع من طائرات ميج وسوخوي 25 و27 والميج 31 طبعا اضافه لذلك عنا الفوج 38 اللي بضم قطع من السوخوي يعني طائرات السوخوي 27 شمالا ايضا بمنطقه كاشا عنا الفوج طيران المختار 917 اللي بضم طائرات نقل تابعه لاسطول البحر الاسود طائرات نقل عسكريه اما في عندنا فوج الطائرات المروحيه رقم 25 بيضم عدد مجموعات نحو 20 طائره من كا 27 و 114 اما بخصوص الداخل فمثل ما عم بتشوفوا في عندنا فرقه الهجوم الجوي اللي بتضم الفوج 1044 وفي فوج عم بيتم تشكيله فوج الثاني اما بالداخل ايضا مثل فيروبول فعندنا الفرقه 44 محموله جوا بتضم فوج مدفعي 111 والفوج 387 في عندنا الجيش 18 بالمنطقه اللي بيضم فيلق الجيش 40 اللي موجود بكام بحر ازوف والفرقه 70 وفيلق الجيش 22، فيلق الجيش 22 احبائي منتشر بالمنطقه هون أه كان سابقا في هون عده جيوش 36 و35 وخامس بين خيرسون وكرم تم نقلهم الى جبهه زابوروجي بالمنطقه هون قرب ميريتوبول ليحموها فمن هون التشكيلات العسكريه بتعرفوا شو عم بيصير بالقوات الروسيه هل في فعلا مستنزفه هل هي عم بتحاول تغطي النقص الموجود كيف عم بتعزز كيف عم تتحرك القوات بتعرفوا من خلالها كيف الامور عم بتكون على الارض فعلا فالفيلة 22 اللي بيتبع للجيش 18 بضم اللي هو 126 اللي هو 127 فوج مدفعية الثامن والفوج 1096 والفوج الرابع اما شمالا ايضا بالمنطقة فعنا فوج طيران رقم 43 للقوات اللي بضم للقوات الروسية طبعا بضم تابع الأسطول البحر الاسود بضم عدد مجموعات طائرات سوخوي 24 احبائي ايضا في بعض القطع والسفن العسكريه البحريه بالمنطقه هون قرب المضيق طبعا مثل ما بتعرفوا حاولت القوات الاوكرانيه استهداف هذا المضيق بالفتره الماضيه فكان في سفن عم بتكون حاضره وحواجز مائيه اما بخصوص جبهه زابوروجي فكانت القوات الاوكرانيه عم تسعى طوال الليل تحت جناح الظلام وهيك لهيك بشدد على اهميه الفيديو صباحا لان طوال الليل بتكون القوات عم تستغل الظلام لتهاجم حاولت القوات الاوكرانيه بكل ما اوتيت لها من قوه بالهجوم باتجاه بلده فيربوفي الا انه القوات الاوكرانيه الروسيه كانت عم تتصدى لهذه الهجمات كان في خسائر بشوف اللواء 82 71 من قبل من بالقوات الاوكرانيه كذلك الامر القوات الروسيه مثل ما عرضت لكم بالامس سحبت العديد من الافواج الاحتياطيه من الخطوط الاماميه ونشرتها بالخلف مثل ما عم الاحتياط 14 فوج الثالث تطوع في بعض الفرق تم تشكيلها الى جبهات اخرى مثل نستريانكا نقلوا الفوج 104 طبعا الضغط بخصوص روبوتيني بعده مستمر القوات الروسيه شنت هجوم مضاد ولكن لم تحرز اي تقدم لان البعض كثير سالني هل سيطرت القوات الروسيه على روبوتيني بالامس انا استغربت من وين سمعين هذه المعلومه لا ما سيطرت كانت عم تجرب تشن هجوم مضاد وتحسن مواقعها بمحيط بلدة نوفوبروكوبيفكا من بعد ما خرقتها القوات الاوكرانيه بالفتره الماضيه طبعا مثل ما شايفين هذه هي السيطره الاوكرانيه بزابوروجي وهذا هي السيطره الروسيه ومثل ما تشوف خطوط الدفاع هذا الطبقه الاولى من خط الدفاع هذا الخط الدفاع الرئيسي الاول بيتالف من طبقتين وهذا الخط الدفاع الرئيسي الثاني ايضا بيتالف من طبقتين، وبالتالي ما في وصول ابدا للخط الدفاع الرئيسي الثاني للقوات الاوكرانيه ما وصلت عليه ابدا للخط الدفاع الثاني. اما بجبهه باخموت فالمعارك بعدها مستمره بقوه، كان ضغط كثير عنيف طوال الليل من قبل اللواء 28 آه باتجاه أوزارينيفكا كثير كان في ضغط آه يعني بصعوبه تصدت له القوات الروسيه قد ما كان آه او الهجوم كذلك الامر كانت قوات اللواء الثالث واللواء 24 عم تضغط باتجاه زينوبيليا وكيرديميفكا ولكن كانت القوات الروسيه ايضا عم تتصدى لهذه المحاولات التقدم الاوكراني اما بخصوص كليشيفكا واندريفكا فبعد المعارك مستمره القوات الاوكرانيه جابت استقدمت كتيبه سفاري وكراكا مثل ما شايفين منطقة لتهاجم باندريفكا عم بتجرب تخليهم يضغطوا اكثر باتجاه المنطقة عم بيساعدوا اللواء الثالث اما بخصوص كجابة كتشيفكا فايضا تم استقدام المقاتلين من بولندا اللي كانوا عم بيقاتلوا بشمال كرديميفكا تم استقدامهم الى كشيفكا المنطقه ليساعدوا اللواء 80 وكتيبه تسونامي بالضغط باتجاه ما تبقى من كشيفكا ليسيطروا عليها القوات الاوكرانيه ولكن مثل ما شرحت سابقا في صعوبات نظرا للمرتفع الموجود عليها القوات الروسيه بالمنطقه بالخلف فما عم تقدر تتقدم القوات الاوكرانيه ضمن هذه المنطقه المنخفضة بشكل كامل كذلك الأمر بالنسبة للقوات الروسية أحبه مثل ما شفتوا كان في ضربات على سومي على خاركيف للأمس على زابوروجي ولكن الضربات الحالية بشدة هي عم تكون على خيرسون فأي شيء جديد أنا بوفيكم بفيديو لا تنسوا تنضموا إلى القناة تتابعوا القناة دوما ومثل ما شفتوا بتمنى تساعدوني بدعم القناة لحتى ينضم أكبر عدد من أصدقائكم إلينا مشكورين دوما على ثقتكم حبتكم دعمكم وإلى اللقاء بفيديو آخر وداعا